في شهر فبراير تلقت الجامعة الملكية المغربية للألعاب الإلكترونية رد من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بقبول ملف المغرب للمشاركة فيفا إنيشن سيريز، واللي هي بطولة العالم اللي غادي تقام هاد العام في شهر ماي بين يومين 19 و 22. مباشرة من بعد قبول الملف، الجامعة الملكية المغربية للألعاب الإلكترونية عينات سعد باسي كمدرب وناخب وطني، واللي غادي يشرف على اختيار وتدريب لاعبي هذا المنتخب. الاختيار ديال الفريق المكون من جوج ديال الأفراد اللي غادي يشاركوا في بطولة العالم ما غاديش تكون سهلة، لهذا كان خاص الناخب الوطني سعد باسي يعطي الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين من أجل إبراز الكفاءات والمهارات ديالهم، وذلك خاض المنتخب الوطني جوج ديال المعسكرات إعدادية. حيث ضم المعسكر الوطني الأول نهار 18 و19 فبراير 8 ديال اللاعبين من مختلف المدن داخل وخارج المغرب في مدينة الدار البيضاء. هذا المعسكر عرف حصص تدريبية على شكل دي تورنوا من أجل تطوير المهارات الفردية وخلق روح الانسجام بين كل تيم. شهر من بعد نظمت الجامعة الملكية المغربية للألعاب الإلكترونية المعسكر الثاني، واللي عرف هذه المرة تواجد ديال لاعبين محترفين في المغرب، أوروبا وكندا. المعسكرين ما اقتصروش غير على التدريب، بل عرفوا عدة أنشطة موازية من بينها حصص مع الكوتش مونتال وكذلك ماتش ديال كرة القدم. وأيضا عرف زيارة مفاجئة للسيد راشيد الطوسي مدرب فريق الرجاء البيضاوي. الموعد ديالنا في النهائي في 14 أبريل من أجل التعرف على الفريق اللي غادي يمثل المغرب فيفا إي نيشنز سيريز.